ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة لليوم. يعني حاليا طلاب مرحلة التعليم الأساسي عم يحضروا للامتحانات، نحن أكيد على بواب العطلة الصيفية، ممكن نساعد الأطفال بقضاء عطلة تكون مفيدة وممتعة وقليلة يمكن العقبات الكتيرة اللي بيصنعوها الأولاد لحالهم. كيف فينا نرفه أولادنا؟ كيف فينا نسليهم؟ كيف فينا نخليهم يتعلموا بنفس الوقت بعيدا عن الضغوطات وما كتير نركز على موضوع الدراسة فقط، وخاصة لكل حدا عنده صف انتقالي بالسنة اللي جاية؟ بصيرنا نرحب بالسيدة عزيزة نورس. أهلا وسهلا فيكي، سعد حبيبتي صباحك. صباحكم خير. يسعد صباحك. خلينا صباح نحكي، الخير. يمكن العام الدراسي يومين وبتسكر المدرسة، ودائما إن شاء الأهل الله. بيقولوا إنه المدرسة بتشيل عبء نوعا ما على الأهالي بوجود الأطفال بشكل دائم بالبيت. كيف تمام. فينا نستغل العطلة الصيفية بملقى ببعض النشاطات يمكن الترفيهية؟ لما نقول ترفيه دائما مربوط إنه لازم تروحي مشوار خارجي، لازم نروح على المحلات، وهلأ في تكلفة مادية كتير صحيح. كبيرة على عاتق الأهل، فبتلاقي بفضلوا لا يقعدوا بالبيت. بس فيني أنا استغل هيدا الوقت نوعا ما شوي وما تمام. انتقل فورا لمثلا التحضير الدراسي، لأنه بنشوف أحيانا الأهل بيكونوا عامل ضغط للطفل، لأنه هو ممكن راح ينتقل للصف التاسع أو للبكالوريا، بتلاقي لا بيستغلوا بأمور أخرى غير النشاطات مثل الدراسة والتحضير دراسة للعام الدراسي. تماما. سعيد صباحكم. كتير كتير ضروري ومهم انه نحن نعمل برنامج للطفل بأي عمر كان يقضيه بالصيف بالعطلة الصيفية، لأنه هي 3 شهور وقت يعني ممل بصراحة، وأكيد ما رح نترك ابننا طول الوقت قاعد على الكمبيوتر، قاعد على الموبايل، قاعد على صحيح. التلفزيون أو يقضينه. يعني في مقولة معروفة، الطفل إذا ما شغلتيه بيشغلك، ونحن إذا ما فرغنا له الطاقة يلي عنده فإجباري حيمل حيضوج وحيضوجنا معه. صحيح. تمام؟ فنحن ضروري كتير كتير وجدا مهم إنه نحن نعبي له وقت فراغه بنشاطات. أول شيء لازم يكون في نشاط رياضي، مثل ما حكيتي حضرتك، نحن مو ضروري نسجله بنوادي مكلفة أو بأماكن مثلا تكون فيها هذيك الكلفة، ممكن يعني نخلي له وقت يطلع يلعب رياضة. في عنا صالات مجانية، صالة الجلاء أو غيرها، أو أي صالة متواجدة قريبة على مكان سكنه، فممكن إنه يطلع يفرغ شوية طاقة ولو ساعة عن الساعة، ممكن رياضة المشي، ممكن إذا في عنده دراجة بمكان آمن يطلع مثلا يمارس رياضة ركوب الدراجة أو أي شيء. فضروري جدا 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 نحن إنه أول شيء يكون في نشاط رياضي لتفريغ الطاقة يلي موجودة عند الطفل، تمام؟ سواء كان صبي أو بنت. في عنا السباحة، في عنا مثلا ممكن إذا كان في قدرة نسجله بنادي مثلا حسب الهواية والميول والرغبة يلي عنده، كرة سلة، كرة قدم، كرة طائرة، سباحة، أي شيء موجود هو بحبه. هذا واحد. رقم 2، بالنسبة للدراسة، فنحن مو ضروري انه الطفل اذا كان يعني هلا حاليا بتشوفي مثلا طفل روضة عمر 4 5 سنين، بتلاقي امه بتقول لك جبت له قاسة خصوصي، طب ليش؟ حرام. اذا نحن بهذا الوقت وبهذا العمر جبنا قاسة خصوصي للطفل، شو تركنا لبعدين؟ فما بيصير نضغط ونحمل الطفل فوق طاقته. يعني في مراحل دراسية مثل ما حكيتي حضرتك، الشهادة الإعدادية، الشهادة الثانوية، ضروري إنه يتعرف الطفل على المنهاج، يتعرف الطالب، مشان ما يكون وقت يجي يدرس بفصل الشتاء يلاقي في ضغوط منخفف عنه شوي، تمام؟ بس كمان ممكن للوقت دراسة، فنحن يعني لازم ندمج ونعرف أول شيء نشوف الطفل شو ميوله، شو هوايته. بعد ما عبينا له وقت بالرياضة لازم نشوف بقى، أنت بتحب الرسم، سجله دورة رسم، بتحب الموسيقى نسجله بدورة موسيقى، بتحب الخط ننمي له موهبة الخط، يعني أي شيء بحبه وهو بيختاره ما نجبره نحن، نعبي له المهم هذا الوقت، مش عم مثل ما إنما يضل قاعد طول النهار على الموبايل، على التلفزيون، على الكمبيوتر. نعم. أغلب الأهالي بيستنوا العطلة الصيفية لحتى يسافروا عند أهاليهم، عند قرايبينهم، هن يغيروا شكل، والأطفال أيضا. تمام. بنشوف يعني شيء جديد على الأطفال، عادات جديدة، الوقت يمكن بيصير في تأخير بالنوم، أو عفوا تأخير كمان بالفاقة، سهر زيادة. تماما. وبيصير في استسهال مع الأولاد، خاصة الإغناج الزايد عند بيت من قبل التيتا. الجدين أو تماما. خلينا نحكي عن هي الحالة، عن هذا الكنترول يلي نحن يمكن بنوصل لمرحلة انه اولادنا ما بقى يسمعوا كلمتنا، ما بقى نقدر نمون عليهم بسبب الدلال الكتير. كيف فينا نحن نضبط
طفولاتنا بهذا الشيء؟ هلا اول شيء لازم يكون في تفاهم بين الكبار قبل ما يكون في تفاهم بين الصغار. والله ما في مشكله انه يعني دلال الجدين الزايد دائما معروف يعني بهذا الشيء صرنا زمان مو شايفينه تمام، بس هذا الشيء غلط يعني في نظام. في انا مثلا انه انا مع عفوا معلمه اولادي انه مثلا الساعه 9 ماكسيموم 10 يكونوا نايمين تمام، يعني ممكن اتجاوز يوم اول يوم مثلا هن كثير مشتاقين لهم كثير، بس نحن لازم نتفاهم انه في شيء اسمه حدود. انا هيك النظام ما بدي انا اخرب عليهم النظام مشان ما يصيروا يتعودوا هي العاده، ولاحقا بكره مثلا لما يرجعوا على المدرسه او لما يرجعوا على البيت هذا الشيء انا ما بيناسبني، ما بيناسب مثلا اسلوب الحياه اللي انا معودتهم عليه. فنحن حتى بين الوالدين بنقول لما الاب يعطي ملاحظه لازم الام ما تعطي عكسها او ما تخالف، ونفس الشيء بالنسبه للام ما يكتم خلاف بين الطرفين قدام الولد قدام الطفل ابدا. نحن لانه هون بيقوي راسه يعني انه والله جدي بحاملي، ستي بتحاملي، خالتي عمتي، لا مفروض يكون يعني حتى انا الجدة اذا بدها تعطي ملاحظه او مثلا تتواسط للطفل مفروض يكون انه بغمزه بشغله انه ما ينتبه للطفل مشان ما يصير عنده طمع. فهذا كثير كثير ضروري، ولازم نحن دائما يكون في تفاهم انه حتى اذا فيكي قبل ما يسافروا انه نحن مثلا بس لو سمحتوا مشان النومين مشان كذا مشان اذا عاقبت الطفل لا مو انه لا ما في نفك العقوبه، غلط. بيتعود الطفل بيستسهل بيصير انه ما عنده رادع، انا اذا كل ما بدي اعمل غلط ستي او جدي او مثلا ماما ما تخلي بابا يعاقبني فانا معناتها بضل بعمل الغلط وهذا الشيء ما بيصير. طيب خلينا نحكي يمكن بالعطله الانتصافيه في وقت اكثر الاهالي بيقضوه مع اطفالهم، كيف فيني استثمر هذا الوقت من خلال النشاطات؟ يعني قديش انا مهم اعمل برنامج للاطفال انه انا خلال الاسبوع عندي 1 2 3 مثل ما قلتي ممكن بلش مثلا بنشاطات نرسم انا وياه، نشتغل بقصص كثير تفاصيل يمكن اليوم الام فيها تشارك طفلها ليكون في تشاركيه، وبنفس الوقت نقدر نقضي هيدا الوقت مع بعض لانه فتره طويله. بس بنفس الوقت ما تنعكس سلبا على البيت ولا على التعامل مع الطفل. تمام. هلا بما انه الاهل هن مرايه للطفل فانه الطفل بطبيعته بيقلد انسته، بيقلد والده، بيقلد امه، فمفروض انا اعمل الشغلات يلي بحب انه طفلي يعملها. مثلا فيهم الاهل يتشاركوا مع الاطفال مثل ما قلنا بالرياضه، بالنشاطات الرياضيه، ممكن انا اخذ اولادي مثلا ونطلع نتمشى، نطلع مثلا نعمل دوره ايروبيك، نطلع نعمل دوره سباحه، نطلع مهم نعمل جدول يعني برنامج ننظم برنامج. هلا هو الجدول لحاله بيجي، هلا مثلا تجي لازم نعمل جدول ولازم ننظم ولازم نرتب، بس في استثناءات احيانا ممكن الام تكون تعبانه، ممكن اذا كانت عندها ضغط بالعمل، ضغط بالشغل، الأب اجته سفرة مفاجئة أو شيء، بس بالأساس مفروض طبعا يكون في برنامج. جيب الطفل، أنا حابة أسجلك أول شيء بدورة رياضة، شو بتحب؟ شو النشاط اللي بدك إياه؟ بعدين نجي فيهم يتعلموا مع بعض دورات إنجليزي، دورات لغة، دورات، يعني هدول في تشارك بين الأهل بيكون، بس نحن بنجيب الطفل وبنخيره، أنا هيك هيك بدي أسجلك، ما حتضلك قاعد بالبيت طول العطلة، العطلة طويلة والوقت ممل، إذا الأم موظفة والأب موظف وبتخاف تترك ابنها بالبيت لحاله، خاصة إذا كان بعمر صغير، فأنا بدي أسجلك شو أنت حابب. انا بخيره، بس انت هيك هيك حتسجل، بس ما خلي هو يختار، بدك دوره خط، دوره انجليزي، حاسس حالك مثلا مقصر بالرياضيات بالصفوف الاعلى، حابب نسجل دوره، حابب، بس طبعا بنترك بريك بين المدرسه، يعني مو دغري الولد عطل امبارح ثاني يوم يلا، لا خليه بس شوي ياخذ بريك، يعني ياخذ نفس مثل ما بيقولوا. تمام. يعني خلينا نحكي بنقطه كمان انه بالوقت الفراغ بتلاقي الام ممسكه الموبايل، ممسكه التاب للاطفال. يعني صرنا نقول يا ريت يتفرجوا لا ويا ريت يتفرجوا على التلفزيون، عن جد صرنا نتمنى انه يتفرجوا على التلفزيون. صح. اليوم قديش هيدي العاده هي كثير خاطئه كثير سيئه؟ عم نشوف في توحد تكنولوجيا، في يمكن حالات كثير صعبه بسلوك الاطفال بسبب التكنولوجيا. خلينا نحكي اليوم باوقات الفراغ، واذا الام ولابد مضطره انها تعطي الطفل وقت للايباد للتاب لا حتى الموبايل، قديش لازم وقت بالنهار؟ وإذا استمر شو الحل؟ شو الحل؟ هلأ نحن بهالتطور وبهالظروف مستحيل تقدري تمنعي منع نهائي، لأنه بيقول لك
رفيقي ورفيقتي وابن جيراننا وكذا وكذا. مستحيل انه تقدري تمنعي نهائي، ما بتقدري. بس نحن مثل ما حكيتي حضرتك مفروض نحدد له وقت معين، لانه هذا شيء كثير 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 عم يعمل خطوره مثل ما تفضلتي، عم يعمل توحد. انه نحن اذا عذبنا الولد نقول له اليوم ما في ايباد، فينا نعاقب بهيك ولا احنا عم نعززها؟ لا، هيك عم تعمليه انه هو مكافاه. تماما، طبعا لا، طبعا لا، لانه انت عم تعمليه انه هذا مكافاه وهو ما له مكافاه، هو شيء سيء. لا، ما بيصير تقلي له هيك، بالعكس، لا ابدا. نحن مفروض نحدد له وقت انه هذا لانه بيضرك، لانه هو شيء سيء، لانه هو عم ياثر على مفاصلك، على الاسهال تماما، يعني على اعصابك، على عيونك، على نظرك، عم ياخذ من ذكائك، عم ياخذ من وقتك، يعني ما في شيء. ونحن لما نعطي الطفل الموبايل مفروض كمان يكون مراقب على شو عم يتطلع، على شو عم يتفرج. يعني نحاول قدر المستطاع، حتى اللعبه في العاب عم تعلم العنف، عم تعلم القسوه، احيانا بتجي الفاظ، احيانا بتجي مقاطع سيئه. فنحن لما عم بعطي كمان لازم يكون مراقبته، لازم يكون منتبه على شو عم يتفرج، على شو عم يتطلع. اني امنعه بشكل نهائي صعب كثير، بس انا لازم احدد. ومثل ما حكيت انه الاهل هن مرايه للطفل، انا بدي اكون عم نفذ قدامه، انا والدك كذا، ما عم نمسك الموبايل 24 ساعه. وقت نمل شوي ممكن نمسك، نتصفح الفيس شوي، ممكن نحكي مع اهالينا على الواتس شوي، فقط لا غير. اما انه نتابع 24 على 24، في اولاد بتمسك الموبايل ساعتين وثلاثه بتحسي عيونها صارت حمراء، فهذا غلط، غلط كبير. فمفروض يصير في ردع، يكون في برنامج، يكون ماكسيمو انا الصبح مثلا بعطيه نص ساعه، الظهر ممكن نص ساعه، بالنهار كله ما يتجاوز ساعه، ساعه ونص، مو اكثر من هيك، خاصه للاعمار الصغيره. واشرتي لنقطه كثير مهمه، انه بالاساس يعني هي تفاصيل عم نعيشها سوا، ما فينا نمنع الطفل عنا 100%، بس لازم يكون في رقابه وفي وقت محدد، مو عمليه استسهال. لانه اليوم عم نشوف للاسف عمليه استسهال من قبل الاهالي، احيانا الطفل عمره 9 شهور تلاقيه معلق بالموبايل، بيعرف يفتح صحيح ومتعلق فيه بشكل كثير كبير. اكيد نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم وصباحكم خير. شكرا، يسعد وقتك ويسعد صباحك يا رب.